فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وأيضا ما روى أبو داود حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي حدثنا محمد بن ربيعة حدثنا أبو الحسن العسقلاني عن أبي جعفر بن محمد بن علي بن ركانة أو محمد بن علي بن ركانة عن أبيه أن ركانة رضي الله عنه صارع النبي صلى الله عليه وسلم فصارعه النبي صلى الله عليه وسلم. قال ركانة: وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس. نعم، هذا الحديث في المصارعة بالأبدان لإظهار القوة والتمرن على القوة، فهو يساعد الإنسان على الجهاد وعلى قوة البدن. المصارعة بالأبدان هذه مشروعة أو على الأقل مباحة لما فيها من الرياضة البدنية، ولكن تكون بدون ضرر، لا يكون معها جرح أو ضرر أو ضرب، إنما هي مصارعة لإظهار القوة والمغالبة. وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم مع ركانة، فصرعه صلى الله عليه وسلم، مع أن ركانة رجل قوي، ولكن الرسول أعطي قوة أكثر من غيره عليه الصلاة والسلام، فصرعه يعني طرحه على الأرض. فهذا يدل على الجواز، على جواز المصارعة، لكن يحرم أن يؤخذ عليها عوض أو جوائز، لأن هذا من أكل المال بالباطل ومن الميسر. فالمصارعة التي لا يؤخذ عليها عوض لا بأس بها.